هي دائرة، كل ما كانت عندي صحة نفسية غنقدر نستشعر السعادة، وكل ما كنت سعيد كننمي أكثر وكنعزز أكثر الصحة النفسية ديالي. يعني أنا سعيدة مني غادي يكون عندي واحد الإحساس ديال الفرح، الفرح بأي معنى، لأنه عندي معنى في حياتي. يمكن أنني نمشي نخدم ونتعب ذاك النهار في الخدمة، ولكن كاين واحد الإحساس بالسعادة لأن ديك الخدمة كتمثل لي واحد الشيء، راه هو هذا. يعني أن الإحساس بالسعادة ماشي غير أنني في عطلة، لأن المسايدة كنشوفوا أن ناس اللي هما كينتظروا أيضا مثلا العطلة باش غيرتاحوا وما كيرتاحوش، كينتظروا واحد الوقت باش غينعسوا مزيان وكينعسوا، ولكن كينوضوا لأنهم عندهم مثلا واحد الأيام وأيام اللي ما اهتموش بها بنفسهم، ما عطوش لنفسهم واحد الوقت. إذا هنا هذه الكلمة ديال المعنى كنفطر عليها، يعني كل ما كان واحد المعنى عند الإنسان في الحياة دياله، كل ما كيقدر أنه يتمتع بصحة نفسية، لأنه كيكون واعي بالأشياء اللي كيديرها وشايف واحد الجوانب اللي كتعطيه قوة واللي كتعطيه واحد القدرة حتى على تجاوز الصعوبات أيضا، وبالتالي القدرة على أنه يرجع لذاك الإحساس بالسعادة قدر الإمكان.